المرأة العالمي علشان أبلغ رسالة متعددة الأوجه وفي أكثر من اتجاه. أنا ببلغ رسالة لحكامنا الذين ذهبوا بعيدا جدا جدا عن المدنية وعن الحضارة وعن حق المرأة وعن تاريخ المصريين الذين كان لديهم المرأة كاهنة وكانت الكهنة سلطة تنازع سلطة الملك وكانت ملكة وكان 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 ولا حرج على المرأة المظلومة. المرأة العالمي بعد الثورة هل اتغير؟ هل في مطالب محددة؟ المطالب هي أمن المرأة.